تحتضن العاصمة السعودية الرياض بطولة كحيلة الدولية لجمال الخيل العربية، والتي تستعرض جمال الخيل الأصيلة وفق معايير محددة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من الرياض. انطلقت في الرياض بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية كحيلة في نسختها الثانية، بمشاركة أكثر من 500 رأس من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبا. البطولة هذه بطولة دولية تشمل بطولة للخيل المصرية وبطولة للخيل ذات الدماء المتعددة، شارك فيها 500 رأس من الخيل العربية بعدد ملاك قرابة 200 مالك من السعودية وأيضا من دول الخليج ومن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف البطولة إلى الاعتزاز بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل الدولية والمحلية، وتعد إحدى أهم بطولات الخيل العربية الأصيلة في المنطقة، والتي جاءت تكريما لخيل الملك عبد العزيز رحمه الله. مشارك في بطولة كحيلة للخيل العربية المصرية بـ 11 رأس، والحمد لله تم تحقيق 9 مراكز من أصل 11، وما شاء الله كانت المنافسة جدا قوية، والأفراس والفحول المشاركة كانت جدا مستواها جدا عالي. وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد اعتمدت معايير خاصة لجمال الخيل الذي يختلف نسبيا بين الجياد المشاركة والمقاييس المعروفة لدى الخبراء، ومنها ما يخص جمال الحركة والرشاقة. بالنسبة للحكام طبعا زي ما احنا نعرف انه يعتمد على هوية الحصان، حركة الحصان، الرأس والعنق، البدي ان توب لاين، خط الظهر، الحركة. هذه الخمسة المقاييس هي اللي على كل مقياس منهم 20 درجة يتم جمع المجمل في الأخير. طبعا القوائم عليها درجات، تتجمع في الأخير الدرجات هذه 100 وتتقسم على الخمسة. تعد البطولة في هذا العام أكثر بطولة تشهد مشاركة للخيل العربية الأصيلة من حيث العدد ومن حيث التنوع. الرقم يعتبر قياسي بالنسبة للمشاركات في بطولات الدولية للخيل العربية الأصيلة، ونطمح بإذن الله تعالى خلال المواسم المقبلة بأن تكون البطولة من التصنيفات العالمية التي تنافس البطولات المقامة في الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال. تعتبر هذه النسخة هي الثانية، وبمشاركة 511 رأسا من الخيل من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبا. سامي الحمود لتلفزيون البحرين، الرياض.